متواصلون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة والمتواصلة لتطورات العدوان وجرائم الإبادة الصهيونية في غزة التي تصل يومها 41 بعد 100. لنقاش ومتابعة التطورات معي هنا في الاستوديو الدكتور مصطفى دريدي المحلل السياسي، أهلا وسهلا بك. استضافة ومرحبا بضيوف الكرام. ومعنا من رام الله عبر سكايب الدكتور عدنان نعيم محلل مختص في الشأن الصهيوني، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك مصطفى. وكذلك معنا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات عبر سكايب، أهلا وسهلا بك. طيب أبدأ معك دكتور عدنان نعيم، نبدأ من مجزرة الاحتلال في دير البلح وسط قطاع غزة التي راح ضحيتها قرابة 30 شهيدا وكذلك عشرات المصابين. إذا مسلسل المجازر الجماعية وسياسة الأرض المحروقة لا تتوقف حلقاته لدى الاحتلال، لماذا برأيك وما الذي يبحث عنه الاحتلال الآن ونحن في اليوم 41 بعد 100 منذ 7 أكتوبر الماضي؟ الاحتلال يبحث عن استكمال صورته ك ضلع من أضلاع الإمبريالية العالمية التي ترى في الرؤية الغربية أن بقية الوحدات الدولية هي عبيد ويجب إرضاخها بالقوة وبالعنجهية، وهي استمرار للسلوك والسياسة الأمريكية العدوانية تجاه بقية الشعوب. وإسرائيليا ترى أنها تندفع للأمام بكل عنجهية، لا سيما وأن المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة تقف كل دول العالم أمام البيت الأمريكي عاجزة عن إيقاف الإسرائيلي الصهيوني عند حده. لولا الصمت، لولا الرضوخ، لولا السكوت الدولي لما أمعنت إسرائيل في هذا العدوان وهذا التجبر. مؤسسات المجتمع الدولي، أوكسفام أمس وصباحا تحدثت ممثلة أوكسفام وهي مؤسسة دولية أن ما يحدث أكثر من مجاعة وأكثر من إبادة. مدير اليونروا قال ما يجري أكثر من مجاعة وأكثر من إبادة. شهادات دولية، اغتصاب أسيرات وأسرى على مرأة، قتل أبرياء عزل، وهذا الصمت هو الذي يدفع إسرائيل لهذا الإمعان في هذا القتل. إسرائيل تحاول حتى هذه اللحظة كما تحدث وزير الجيش الصهيوني قال نريد أن نعيد الهيبة والاعتبار لسكان المستوطنات حتى يعودوا إلى مستوطناتهم، الصورة التي هزت وانكسرت في 7 أكتوبر. طيب دكتور نعيم، على حساب الدم الفلسطيني. طيب كل ليلة تقريبا هناك العشرات من المجازر، آخر حصيلة خلال 24 ساعة الماضية نتحدث عن 8 مجازر، نتحدث عن 92 شهيدا. هل لا يزال الاحتلال كما تقول يبحث عن إعادة هيبته المهزوزة منذ 7 أكتوبر الماضي؟ لا أعتقد أن المسألة أصبحت فقط هيبة، جزء منها هيبة ولا جزء منها التشكيلة والتركيبة الصهيونية القائمة على العدوان والقتل والتدمير. والمشروع الصهيوني الذي يحاول نتنياهو أن ينفذه في قطاع غزة، محاولة تهجير ومحاولة إرضاخ الشعب الفلسطيني وإيصال رسالة للفلسطينيين وللعرب عموما أن من يتجرع على العدو الصهيوني سيكون مصيره هذا الدمار. ما يجري هي إبادة وهي دمار كلي ومسح معالم الحياة في قطاع غزة، وهذا لا يعتبر يعني هذا لا يعتبر نوع من أنواع الحروب أو نوع من أنواع الرد على معركة أو على عملية. هذا ما يجري تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. إسرائيل يا أخي تنسجم أصلا وتحاول أن تقلد الرواية الاستعمارية الصهيونية كما تم في أفغانستان وفي فيتنام وفي العراق وفي سجن أبو غريب، ما يتم مع الأسرى الفلسطينيين مطابق تماما لما تم في سجن أبو غريب وأكثر من ذلك، ما تم من تدمير مطابق لما تم في أفغانستان وفي فيتنام. هذه الرؤية الاستعمارية التي ترى أن حسم الصراعات بالقتل والتدمير هي تتجلى اليوم في المجتمع الصهيوني بكل صورها. وللأسف الشديد ذرائع إسرائيل واهية وكاذبة حين يتحدث وزير الدفاع الصهيوني ويقول أن شدة المعارك ترضخ المقاومة وتحسن من شروط التفاوض.
على 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 أي أساس هذا التصريح العسكري؟ هذا تصريح ينم على عنجهية وغطرسة ليس إدارة الظهر، بل هم لا يروا المجتمع الدولي ولا يروا المعايير الدولية ولا يروا القانون الدولي. هذا البطش والتدمير ينسجم تماما مع الفكر الصهيوني الغاصب، تحسين شروط المفاوضات على حساب الأطفال والأبرياء. اليوم في رفح في الشمال وفي الوسط لا يوجد أي شكل من أشكال الإغاثة الطبية أو الغذائية. في الجنوب يتم بالتقطيع وبصورة غير منتظمة، هذا بشهادة المؤسسات الدولية. نعم، سنتحدث عن هذا بالتفصيل خلال أطوار هذه التغطية الخاصة دكتور عدنان نعيم، سنتحدث عن هذا، ابقى معنا. أعود مجددا إلى الدكتور راسم عبيدات، برأيك منذ 7 أكتوبر ونحن نصل إلى اليوم 41 بعد 100، وحين تتكرر نفس المشاهد نفس صور الدمار، ما الأهداف على المستوى المتوسط والمدى المتوسط والمدى البعيد للاحتلال إذن ونحن نصل هذه المرحلة من الحرب؟ ما الذي بقي من أهداف تعلنها سلطات الاحتلال برأيك؟ يا سيدي، مع دخول الحرب لليوم 141 لليوم 41 بعد 100، واضح أن الهدف من هذه الحرب هي الحرب بحد ذاتها، هي التي يقوم بها نتنياهو وحكومته الفاشية، هي من أجل القتل والدمار، وبالتالي لا يوجد هناك أي أهداف يسعى نتنياهو لتحقيقها سوى أنه يقود هذه الحرب وفق الشخصي من أجل إطالة أمد حكومته، وحتى لا يخسر مستقبله السياسي ومستقبل الشخصي سيستمر في هذه الحرب، والحديث عن ما يسميه بتحقيق الانتصار الساحق أو الانتصار العظيم، هذا الانتصار الذي ظل نتنياهو يبحث عن نصر وصورة نصر مرة في المشفى المعمداني ومرة في مستشفى ناصر ومرة في حذاء السنوار ومرة في سورة متخيل الطيب ومرة أخرى باكتشاف نفق انتهت فعاليته قرب السياج الأمني، وكذلك القيام بتدمير ميدان صلاح الدين، ولكنه لم يستطع أن يحقق إنجاز لا ميداني ولا عسكري، ولا يستطيع أن يحقق حتى إنجاز سياسي في هذا الاتجاه. ولذلك الأهداف التي يتحدثون عنها في إطار أن الوصول إلى الأسرى بدون تفاوض، هم جربوا هذه القضية عندما خرجوا في هذه الحرب واضطروا بعد 48 يوما للتفاوض مع المقاومة الفلسطينية من باب الندية، وكسرت المقاومة الفلسطينية هذه الاستراتيجية الإسرائيلية، وكانت عمليات التبادل المتقطعة في الهدنة المتقطعة والتي حررت 240 أسير فلسطيني منهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 80 أسير إسرائيلي مدنيين بالإضافة لأصحاب الجنسيات المزدوجة. الآن بعد المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة لم يتبقى لهم ذرائع سوى استمرار الحرب. طيب، الحرب التدميرية بعمليات القتل بالمزيد من المدنيين بالإضافة إلى تدمير كل البنى المدنية وتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة. 70% من منازل قطاع غزة تم تدميرها بشكل كامل، والاحتلال يقوم بتدمير مربعات أمنية، ونتنياهو يعلن عن خطته لليوم الأول بعد توقف الحرب، وهي خطة تقوم على أساس إعادة احتلال قطاع غزة بدون سقف زمني محدد، بالإضافة إلى إقامة مناطق عازلة في المنطقة الشمالية لتوفير جغرافيا أمن للمستوطنات الجنوب، وأيضا استبدال وكالة الغوث واللاجئين بوكالات دولية أخرى منها وكالة التنمية الأمريكية وغيرها من المؤسسات الدولية. تفضل. ابقى معي دكتور راسم عبيدات. الدكتور مصطفى دريدي يتحدث من رام الله دكتور راسم عبيدات أن تواصل مجازر الاحتلال في نظر نتنياهو هو إطالة لأمد حكومته وأيضا تثبيت لمستقبله السياسي، هل توافق على هذا الطرح؟ شكرا. في اعتقادي أن ما يقوم به الكيان الصهيوني لحد الساعة هو التمادي في هذه المجازر والتغافل عن كل النداءات وكل القرارات التي صدرت عن المؤسسات الدولية وكل النداءات التي صدرت عن المؤسسات الدولية سواء عن الأمم المتحدة أو وكالة الإغاثة الدولية الأونروا أو حتى المنظمات الإنسانية التي تنشط في هذا الميدان. يعني بمعنى أن الآن كيان صهيوني له اليد الممدودة واليد الغير مقيدة، وهو يدرك أنه تحت حماية
قد تحميه حتى من المتابعات الأخرى وهي الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. فالفيتو الأمريكي هو غطاء كبير لما يقوم به الكيان الصهيوني، ولحد الآن لاحظنا أن حتى الدول التي تقدمت بمشاريع قوانين مشاريع قرارات لإيقاف هذه الحرب وتمكين الشعب الفلسطيني من الوصول إلى المساعدات الإنسانية لم تجد طريقها إلى التطبيق نظرا للفيتو الأمريكي والدعم أيضا لبعض الدول الأوروبية. إذن الآن وجد نفسه هذا الكيان حر في أن يتعامل مع الواقع بطريقته الخاصة بمنظوره هو، يعني كما قال فرعون لا أريكم إلا ما أرى. إذن يريد أن يري أن يعني يطلع العالم بما بحقائق هو التي يراها بمنظاره وليس بالحقائق التي ينظر يراها العالم من خلال شاشات التلفزيون، من خلال المراسلين، من خلال الوقائع التي نشاهدها. اليوم الكيان الصهيوني يقوم بمجازر علانية، أصبح يتفنن في هذه المجازر وحتى أصبح ينتهج مناهج أخرى في القتل. الآن أصبح ينتهج منهج القنص العلني لمواطنين عزل أبرياء ليسوا لا ينتمون إلى المقاومة وليسوا هم في مواجهته وغير ذلك. اليوم شاهدت صورة في أحد الكهول، يعني إنسان كبير وابنه قتل على سطح منزلهما من طرف قناص، حتى أن الذين الجار الذي أراد أن ينقذ هذا يعني يسحبهم حتى ربما تم قصفه أيضا، لا لم يستطع لذلك أنه كان متخوف من أن تصله عملية القنص أيضا لأنه لم يرى من أين أتت هذه العملية، من أين يوجد هذا القناص، يعني بصعوبة سحب الولد ثم عاد وخاطر بنفسه ليسحب الرجل الذي قتل وبقي جالسا في كرسيه وهو مقتول. طيب. يعني إذن لاحظ من خلال هذه العمليات أن الكيان أصبح يتفنن، لأن الآن المنظمات الدولية وحتى الدول يعني الكبرى والدول القوية لم تستطع ولم تتجرأ حتى أن تتهمه بمثل هذه الاتهامات، باستثناء دولة كبيرة يعني في المجلس الأمن الدولي وهي الصين التي يعني وقفت مع يعني اتهمت هذا الكيان ووقفت أيضا مع المقاومة، شجعت حتى العمليات التي تقوم بها المقاومة لأنه دفاع شرعي عن النفس. بالموازاة مع هذه الجرائم، بالموازاة مع هذه اليد الممدودة غير المراقبة كما تفضلت، يرفع نتنياهو إلى ما يسمى المجلس الوزاري السياسي والأمني للكيان وثيقة اليوم التالي من الحرب، وحسب ما نقلته مصادر إعلامية أبرز ما جاء في هذه الوثيقة يتحدث عن مواصلة الحرب والعمل على تدمير المقاومة، العمل على تدمير البنية التحتية للمقاومة. هل يمكن قراءة هذا بأنه إقرار بفشل استراتيجية الكيان التي نادى بها منذ اليوم الأول من الحرب؟ نعم، هما في الحقيقة عندما تسمع تصريحات وبعض الكتابات لبعض كبار المسؤولين في الكيان الصهيوني سواء السياسيين أو العسكريين، هم يقولون بأنهم في الحقيقة لم يحققوا أي شيء في هذه العملية التي دخلت في شهرها الخامس، يعني يقولون بأن حتى نتنياهو أصبح يجري وراء أوهام، يعني لم يحقق شيئا من خلال هذه العملية، رغم هذا القصف، رغم هذه المجازر التي وصلت إلى حد لا يطاق وحد لا يقبله العقل، 30 ألف شهيد وأكثر من 70 ألف من المصابين والجرحى، يعني حقيقة أن حتى المنظمات الدولية لم تستطع أن تتدخل في هذه المسألة. الآن نتنياهو يريد أن يجد طريقا لإطالة أمد الحرب، أيضا يجد طريقا لمحاولة البحث عن نصر وهمي، يعني لم يصل، بدليل على ذلك أن عندما قالوا بأننا انتهينا من العملية العسكرية في الشمال وانتقلنا إلى الوسط وقاموا بالمرحلة الثانية وغيره، ها الأسبوع هذا الفارط يعني كان مشهد يعني في الحقيقة يعطي الأمل لانتصار المقاومة. الآن في هذا الأسبوع الفارط شاهدنا بأن هناك مقاومة شرسة في حي الزيتون
وهناك أهداف يعني أصابتها هذه المقاومة وفي في حي شارع الأمل، يعني دليل على ذلك أن هناك ما زالت مقاومة في الشمال، ما زالت مقاومة في الوسط، في خان يونس وغيرها، وبالتالي هذه الأعمال الميدانية تفند ما ذهب إليه نتنياهو والقادة العسكريين بأن انتهينا من العمليات العسكرية وحققنا انتصارات من خلال يعني ربما القضاء على المقاومة في هذه الجيوب، لكن الواقع الميداني والعملي يثبت بعكس ذلك، لأن المقاومة ما زالت يعني وكأن المقاومين يخرجون من تحت الرماد ويحيون من جديد من خلال هذه العمليات والعمليات الدقيقة وإصابة يعني أهداف دقيقة سواء في الآليات سواء في الأفراد في الجيوش وغير ذلك. طيب أعود إليك دكتور عدنان نعيم. يتحدث في الاستوديو الدكتور الدريدي عن واقعين مختلفين، نتنياهو يتحدث عن مواصلة الحرب والعمل على تدمير المقاومة وبنية تحتية، لكن في المقابل وعلى الميدان الواقع مختلف لدى المقاومة حين تواصل اليوم 41 بعد 100 صدها للقوات الموجودة على أرض الميدان في غزة. يعني ما يجري على أرض الواقع هو أسطورة وكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهو عمل كفاحي يعني تجذر حقيقي حقيقي بكل ما معنى الكلمة للفلسطيني في قطاع غزة بأرضه وانتمائه. نشهد المقابلات مع المدنيين رغم كل الدمار رغم كل الإرهاب رغم كل التدمير والإبادة الجماعية والمجاعة، إلا أن الجماهير الفلسطينية أهلنا وناسنا في قطاع غزة يرفضون الرحيل ويرفضون الخروج ويصرون على البقاء. هذا يعزز من مكانة المقاومة ويعزز من انتماء المقاومة إلى الأرض ويزيد من قوتها ويزيد من بأسها. ما يجري حتى هذه اللحظة، قبل شهرين وشهر تحدث الإسرائيلي أنجزنا الشمال وأنجزنا الوسط وسوف نتقدم إلى الجنوب، ها هي العمليات تخرج من الوسط والشمال والجنوب. قبل يومين صرح الإسرائيليين سوف نعيد المستعمرين في مستوطنات غلاف غزة الذين يسكنون فيه على مسافة تبعد 5 كيلومتر عن قطاع غزة، وفي نفس اليوم خرجت الصواريخ من غزة إلى هذه المستعمرات، بمعنى انتبهوا لن تستطيعوا إعادة مستعمرينكم إلى غلاف غزة قبل انتهاء هذا الحرب. ما زال الهيكل التنظيم والبناء التنظيمي للمقاومة متماسك. صحيح من الممكن تكون أن تأثرت، هذا طبيعي، هذه حرب، تضررت بعض البنيات، استشهد عدد، تقلصت المعدات والذخائر، ولكن ما زال هناك تماسك تنظيمي وتماسك كفاحي وتماسك إعلامي وسياسي للمقاومة. هذا ما يربك الإسرائيليين، وتعترف إسرائيل نفسها أن في الشمال يوجد أكثر من 5000 عسكري من رجال المقاومة الذين يقاومون. هذا يعني أن 5000 في الشمال وحدها، ومن الممكن أن يكون 5000 في الوسط و 5000 في الجنوب. أنت تتحدث عن 15000 مقاتل، هذا يعني أن هناك ما زال تهديدا واضعا للكيان الصهيوني والمستعمرين قطاع غزة. وقد يعتبر هذا التصريح الإعلام الصهيوني مبررا للإسرائيليين بمواصلة القتال، ما زال هناك مقاومة. أعتقد أن الحرب التي تدور بين جيش نظامي وبين حرب تحرير شعبية لا يمكن حسمها ويصعب حسمها تاريخيا، ولو ضعفت المقاومة بأسوأ أحوالها هذا الشعب يخرج من بين ظهرين. وحتى في المبادئ التي تضمنتها وثيقة اليوم التالي للحرب التي رفعها نتنياهو يتحدث حرفيا بأنه سيتم تجريد قطاع غزة من السلاح بشكل كامل لأي قدرة عسكرية. كيف ترى هذا الطموح لدى الاحتلال؟ أخي مصطفى، نظريا وفي علم الثورات وفي علم الشعوب لا يوجد شعب قبل بإرادته وجود الاحتلال. تراجعت الثورات وانهزمت الثورات، ولكن الشعب عاد بناء نفسه وتجدد الثورة. نتنياهو واهم وهو يسوق أوهام وهو يتحدث من عقلية استعمارية عنصرية. الحرب التي تدور هي حرب صهيونية بإرادة أمريكية وبدفاع أمريكي. قبل أيام رفض الاحتلال، أنا أرفض بشكل قاطع أن السبب الرئيسي لاستدامة الحرب هي أن نتنياهو يريد فقط استدامة حكمه. صحيح هذا سبب، وملفات نتنياهو القضائية هذه سبب،
ولكن السبب الأكبر والأعظم أن هيبة أمريكا وهيبة إسرائيل مرغت بالوحل وبالتراب في 7 أكتوبر. مكانة إسرائيل كقوة باطشة رادعة في الشرق الأوسط، والأمريكا كقوة رادعة وباطشة في الشرق الأوسط تهيمن على الشرق الأوسط، كسرت في 7 أكتوبر وهي تريد أن ترمم هذه الصورة. هذا العنوان الأكبر، وهذا ما يقف وراء تصريح كيربي أمس وأول أمس مبعوث الأمريكي، يقول نحن ما زلنا نؤيد اجتياح رفح، ولكن نريد الضمانات لعدد للمواطنين الأبرياء في رفح. ما زالت أمريكا مع العدوان وما زالت إسرائيل مع العدوان، ونتنياهو يمثل الجسم الاستعماري في المنطقة. أخي تحدث عندما رفض نتنياهو اعتراف دولة فلسطينية بعد أن صرح بلينكين ضرورة إقامة دولة فلسطينية، لم يرفض نتنياهو وحده، رفض المجلس الوزاري المصغر، بمعنى رفضت الحكومة الصهيونية، وإسرائيل ما زالت ترفض. من يمينها لا يسارها دولة فلسطينية، بمعنى نتنياهو يسوق الأوهام في هذه القضية. طيب دكتور رسم عبيدات، ما نتحدث عنه وما يتحدث عنه الدكتور عدنان نعيم بأن مخططات الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر تتكسر على جدار صمود المقاومة، وأيضا تتكسر على جدار صمود الحاضنة الشعبية. وإذا اتجهنا نحو ما تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية من عمليات مداهمة، أيضا عمليات اعتقال، برأيك هل نجح الاحتلال خلال كل هذه الفترة في كي الوعي وترهيبه للفلسطينيين في مختلف المناطق خارج قطاع غزة؟ نعم، هو دعني أقول بأن هذه الحكومة الإسرائيلية كما وصفها رئيس وزراء الاحتلال الأسبق يهود المر قال بأن هذه هي عصابة، وهذه العصابة التي تأخذ دولة الاحتلال إلى حتفها عندما يقول بأن هذه الدولة عن هذه العصابة لا تريح في عملية احتلالها لقطاع غزة المدمر، هي عينها على الضفة الغربية لممارسة عمليات التطهير العرقي وضم الضفة الغربية، وكذلك في استهداف القدس والمسجد الأقصى بتفريغ المسجد الأقصى من المصلين وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم أو المعبد، كما صرح أحد الخامات الإسرائيليين عندما قال عندما ننتهي من قطاع غزة سنعمل على هدم المسجد الأقصى وإقامة جبل الهيكل أو المعبد. فيما يتعلق في الضفة الغربية، أنا أعتقد جازما أن الاحتلال فقد قوة الردع، وبالتالي الحرب التي تدور هي الآن من أجل استعادة هيبة جيش الاحتلال الذي فقد قوة ردع ولم يعد قادرا على استعادة قوة الردع. في قدس أيار 2021 كانت تقول بشكل واضح أن هناك حالة من فقدان قوة الردع والتي يسعى الاحتلال إلى استعادتها، لأن توقف الحرب الآن على قطاع غزة يعني أن وبشروط المقاومة هي هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية قبل الهزيمة لإسرائيل، ولذلك هي تسعى من أجل استعادة المبادرة سواء كانت سياسية أو عسكرية بيد جيش الاحتلال خوفا من والولايات المتحدة الأمريكية عندما تتدخل وتكون شريك مباشر في هذه الحرب، هي تريد أن تنقذ دولة الاحتلال من هزيمتها وليس تحميلها هذه الهزيمة. ولذلك ما يجري في الضفة الغربية هو شكل من أشكال التطهير العرقي، وهي محاولة لتصفية قوة المقاومة الفلسطينية ومنع توحد الساحات الفلسطينية. هم يعتقدون بأنهم يستطيعون فصل الساحات الفلسطينية عن بعضها وجعل كل مقاومة هي مقاومة محلية غير قادرة على التمدد والتوسع إلى بقية مناطق. جربوا ذلك مع جنين ومخيمها في 2021، بعد 2021 أطلقوا ما يسمى بعملية كاسر الأموات من أجل وأد المقاومة في جنين ومخيم جنين، ولكن بقعة الزيت تدحرجت وانتقلت إلى نابلس، وكانت هناك تشكيل كتائب جديدة، كتيبة جنين تشكلت في جنين وانتقلت إلى طول كرم وإلى طوباس، وعديد الأسود تشكلت في نابلس وتمتد الكتائب إلى بقية مناطق الضفة الغربية. دكتور دريدي، حين نقول أن الاحتلال فقد قدرة الردع في غزة، ماذا يعني هذا على المستوى الميداني العسكري وعلى المستوى السياسي؟
نعم، إنما تحدث على أن الكيان فقد قدرة الردع، هو في الحقيقة فقدها منذ البداية، يعني هي نتيجة الهجوم الذي تم في 7 أكتوبر الفارط في 2023، هو أصلا فقدان، هو دليل على فقدان هذا الردع. لو كان الردع قائما وكان محكما لما ربما وصلت وصل الهجوم الى هذا الهجوم الى ما وصل اليه او حقق النتيجه التي حققها ذلك اليوم. اذا هذا دليل على فقدان باعترافهم ايضا، باعتراف الكيان وقيادته. الان عندما بدات الحرب، عندما بدات الحرب في غزه، الان نحن في الشهر الخامس، لم يحقق الكيان اي من الاهداف التي كانت، يعني حتى ان كانت اهداف ارتجاليه، وهو القضاء على المقاومه وتحطيم كل البنى العسكريه، كل البنى التحتيه للمقاومه والعسكريه وغيرها، وتحرير الاسرى ويعني ارجاعهم الى اهلهم. اذا لم يتحقق. هذا دليل على ان المقاومه كانت مقاومه شرسه. وعندما قالت البيان الاول اللي خرج من عند كتائب القسام، عندما قال بأن نحن مستعدون لاستقبالكم في هذه الحرب وسوف تجدون استقبالا يليق بمقامكم، يعني بمقام الادعاءات والتسلط الذي كنتم تدعون به، فسوف تجدون، سوف تصبح هذه المنطقة التي أنتم آتون إليها سوف تصبح مقابر لكم. وهذا ما حدث، لأن نتيجة يعني عدد القتلى في صفوف الكيان وعدد الجرحى وعدد المصابين وعدد الذي أصبح غير مؤهلين، يعني أصبحوا معاقين، لم يصرح بهم الكيان يعني بالرقم الحقيقي، وإنما يعطي أرقام حسب ما يريد هو. فهنا الردع، كلمة الردع اللي هي ركيزة من ركائز الأمن تاع الكيان، سقطت. والآن كل يعني القادة الصهاينة سواء سياسيين أو عسكريين يريدون أن يعني يلمموا هذا الجرح ويعيدوا هذا الردع إلى ما كان عليه، لكن من المستحيل أن يرجع هذا الردع إلى ما كان عليه بناء على المعطيات التي نحن نراها. النقطة الأخرى في الكيان، أنا حتى قلت كما قلت في الأسبوع الماضي، كان لأن الكتائب القسام في آخر إعلان قال بأن، وجهوا كلمة إلى المجتمع الصهيوني، قال بأن حكومتكم تكذب عليكم، لا تطلعكم على الحقائق، يعني لا ينبغي أن تنجروا من وراء هذه الأكاذيب التي تقولها أو التصريحات والوعود التي تقدمها حكومتكم على رأسها نتنياهو، لأنه يكذب عليكم ما لا يطلعكم على الحقائق الميدانية. قالوا بأن قضينا استحوذنا ويعني قضينا على المقاومة في الشمال وفي الوسط بالاسبوع هذا الاسبوع اللي نحن فيه، الاسبوع الماضي عفوا، المقاومه الشرسه اللي كانت في حي الزيتون يعني عدد قتلى في صفوف الجيش توحي بان هناك معركه ضاريه. وباعتراف حتى القاده العسكريين يقولون بان يعني المعركه لم تنتهي، يعني وكاننا اخطانا في التقدير، المعركة لم تنتهي في الشمال ونحن ربما سوف نعيد الانتشار في الشمال ونعيد القضاء على ما بقي. نعم، سنكمل الحديث عن هذا مشاهدينا الكرام وضيوفي الأكارم، ابقوا معنا سنعود للنقاش بعد هذا الفاصل.